और भाषा वाली दुनिया नेक्स्ट लिप्टर बेक्सिट सुल्तान कजाकिस्तान ए फॉलोड बाय सलमान आजाद कजाकिस्तान बी الهند ترفع النسق الآن من خلال 132 كيلو جرام من هذا باشا باشا يا باشا مواليد 1984 في فئة الأوبن بالي باشا من الهند الآن في هذه المحاولة ال 132 ونص هل يستطيع أن يرفع هذا الوزن يرفع الضغط إذا استطاع أن يعمل هذه المحاولة بالصحيح محاولة صحيحة إذن يرفع النسق هذا اللاعب الهندي الرباع الهندي الآن وقت الاستراحة بعد ما أنجز في اليوم الأول اليوم الاستراحة بالي باشا من الهند في المجموعة المفتوحة أو الفئة المفتوحة الآن يعود مرة ثانية للمحاولة بعد أن استطاع أن يرفع 132 132 نعم يدخل الآن في 135 بكل قوة يدفع هذا الوزن استطاع أن يرفع الوزن محاولة ناجحة إذن ارتاح المدرب ارتاح فالي باشا 137 اوه شوف صرخة الاندفاع الأخيرة الآن محاولة غير ناجحة محاولة غير ناجحة كان راح يخطف المركز الثالث الثاني The medal will be presented by Mr. Farshid Sultani, President Asian Powerlifting Federation. Number 2 in the list is Salman Ajak from Kazakhstan. هي المركز الثالث من إيران بالي باشا بالي باشا